أو يتعب من حوله. شيلتك مع دحام أخذت منحنى غير متوقع، وكانت هذه في البدايات. هذه نرجع للنقطة الأولى اللي قبل شوي كنا نتكلم فيها، اللي هي إنه حصولك على الكرت الذهبي رفع عندك أدرينالين السعادة. بس ما هي للدرجة ذيك. طيب إيش اللي حصل؟ شوف قول لا إله إلا الله. لعلي يعني تحمست شوي. الفكرة صح. الفكرة بس. الفكرة بعطيك إياها. بس دحام عيلة بالملابس ذيك. يعني دحام هو السبب؟ لا لا مو هو السبب. بالعكس. ولكن لعله قلت إيش رأيك نعيشها؟ لا ما استشرتوا فترتها. عقولنا وقت ما خلصنا فكرت بالانسحاب. فكرت ليه؟ اذا الاعلام كذا، انا انسان انت انسان، في عندنا احساس عندنا خطه. صدق انا اقولها وانا صادق ذا الحين يا ابو سعد، خلينا نكون واقعيين. فيه مثلا انت تسوي خطا بسيط تشوف اثره برا، شوف يعني ناس قالبين عليك، رغم انك وقت تنفيذك ما كنت تعتقد انه خطا اصلا. لا اقسم بالله ما كنت اتوقع انه خطا، بالعكس انا قلت ليه ما نعيش واقعيتنا. صدق عادي عادي شيله وضحك طقطق. لا بدون ملابس. دحام اصر بالملابس دفع. انت تقصد بدون ملابس اي بدون التيشيرت؟ لا لا اقصد يعني بدون تيشيرت يعني ملابس عادية. اي بثيابنا نعم. طيب قال له هذه بيجي لها رتم تنتا. أثر فيك كلام الناس وقتها يا أبو عبد العزيز؟ أي إنسان يتأثر إلى درجة أن وصلك للانسحاب؟ نعم حرفياً كنت تفكر بالانسحاب ولا تغريدة ذيك الفترة من أجل؟ لا والله كنت مو يكون 100% أني أنسحب. لو لا وقفت الله ثم وقفت سعود العتيبي الله يبيض وجهه كان نيت الانسحاب. سبقتني على هذا السؤال، إيش اللي غير رأيك وقتها؟ سعود العتيبي أبو عبد الله. أبو عبد الله اللي نمسي عليه بالخير. الله يمسيه. فعلاً ترى أجتهد في ذيك اللحظة. وهذه شهادة حق لابد أن تقال. حتى في الجروب الخاص فينا كمقدمين نزل تغريدة وقال يعني مساعد يحتاجنا هالفترة لابد أن نكون معه، وكأنه قاعد يسعى إلى أحد أبنائه أو أحد أخوانه الصغار. وللأسف أنه تسبب علينا في عقوبة بتواجدك معنا في البرنامج. ليتك انسحبت وقتها؟ وجهة نظر، هل بتصادرها؟ أحترمها أحترمها. شكراً. أنا صرت أحترمها من بعد المشهد. خلاص صار اللي أبغى تكلم تكلم اللي أبغى. بالعكس بس عندي حاجة مهمة أقول لكل لك. أنت كإنسان إذا شلت الموية حطيتها هنا في مكانها الصحيح وصفقت لك ما بيجيك دافع معنا. ممكن أجيب كرتون أشيله، يمكن أشل القناة كاملة في يدك. ولكن إذا جاتك حاجة واحدة فما بالك تغريدة وصلت يمكن نص مليون، تعدت حتى نص مليون، وثرها كان سلبي جدا 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 لين فكرت بالانسحاب. ابو سعد من كان حولك وقتها روحيا؟ روحيا الله، وبعد الله سبحانه مساعد. مساعد طلعت من القريه مرات، كيف لك؟